قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بالحكم بما أنزل الله بطريقة لم ينزل الله بها سلطانا فهذا يحكم بغير ما أنزل الله. مسكين أحمق، هذا مما يسعر الفتن. فهذا الذي نقول ونعتقد، وهو الذي عليه السلف رحمة الله عليهم في التفصيل، ونقول إن المآل واحد عند الذين يكفرون والذين لا يكفرون. فهل يرعوي الذين يكفرون؟ كيف يعني الذين يكفرون؟ من غير تفصيل السلف على النحو الذي مر، ومن غير قانون السلف في تكفير المعين بتوفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة، هؤلاء الذين يصنعون ذلك يقال لهم إن كنتم تلزمون خطى السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان فقد قرروا أنه لا يجوز الخروج بحال من الأحوال حتى ولو حكمتم بالكفر حتى تتملكوا العدة، ولا عدة. فكما قال الشيخ صالح تخرجوا بعصا الراعي وسكين المطبخ، يا لك من هازل أحمق ضعيف العقل، تصنع فوضى وتضيع مكاسب المسلمين. هذا ما نكف القوم عنه ونأخذ بحجزهم عنه وهم يأبون إلى أن يتفلتوا، وألسنتهم ترتع كأنما ترتع في الجيف حمقى وغير مؤدبين، يتطاولون على أهل العلم ويكفرونهم. تجد أحمق هو أحمق من هبنقة يقول فلان أسأل الله أن يهديه وأن يرده إلى الإسلام حتى لا يؤمن ببعض الكتاب وينكر بعضه. ويحك كفرته بؤدها ولا يسامحه حتى تكون بين يدي الله وأنت أحمق مغفول، أسأل الله أن يعاملك بعدله. ضلال في ضلال. اسمعوا لأهل العلم وأقبلوا على رمضان وقد هيأتم القلوب لرمضان، دعوكم من هذه الفوضى العلمية التي يسير فيها القوم بحماسة غير منضبطة. ووالله لو تبعوا السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان لقضي الأمر، ولكنهم لا يفقهون حلقة. تسلطوا في هذا الزمان متعالمين منتفخين، ولا والله ما يستطيع الواحد منهم أن يقرأ سطرا في كتاب، وإلا لصفع على خفاء حتى تخرج من محجريهما عيناه. ولكنه يتعالم مجاهد، لا حرج أن يكون مجاهدا. وفلان الذي يجاهد بزعمه أخي فلان وهو قاعد، وكلهم من مجاهدي الكيبورد مجاهدي لوحة المفاتيح. أيها الحمقى، إن الشبكة العنكبوتية والمنتديات في جملتها صنيعة صهيونية. أنتم لا تفقهون، أنتم تمزقون الأمة وتشتتون الجهود، ماذا تصنعون؟ علموا الناس التوحيد، علموا الناس الاتباع، علموا الناس الصلاة، علموا الناس المعاني الراقية التي قررها الكتاب وقررتها السنة. اخرجوا من السفاسف. أظن الواحد أنه يقوم على كاهليه أمر الأمة وحده. نعم، فقديما كان في الأساطير أن الأرض محمولة على قرن ثور، فلعل ما يمنع سيعيد الأمر وحده
هو وحده الذي يذكرني حال هؤلاء بالخارجيين اللذين كان يطوفان حول البيت العتيق في موسم الحج، وكان الموسم حافلا، فنظر أحدهما إلى أخيه في أثناء الطواف وقال له: تعلم؟ قال: ماذا؟ قال: هؤلاء جميعا في النار إلا أنا وأنت. قال: فنظرت إليه وقلت: جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لي ولك، تركتها لك ورجع إلى أهل السنة. ارجعوا أيها الحمقى، فوالله لقد بعثرتم أمر الأمة. ارجعوا، عودوا إلى الأمر القاصد ودعوكم من هذه الدعاوى الفارغات. الواحد منهم يحيا حياة الكفار ظاهرة في بيته وزيه